الرئيس عبد الفتاح السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة يوم التأسيس. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وصول طائرتي نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا. رئيس الوزراء يعلن عن حزمة أسعار تعاقدية لأربعة محاصيل استراتيجية ويؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقيتي تهنئة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة يوم التأسيس السعودي. حيث أعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات. كما أعرب الرئيس عن تمنياته الأخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق، وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت طائرتا نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تدعم 4 محاصيل استراتيجية لتشجيع الفلاح على زراعتها، وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الهدف من زراعة تلك المحاصيل تقليل الفجوة الموجودة حاليا لتخفيف استيراد المحاصيل الاستراتيجية التي تدخل في العلف أو صناعة الزيوت. لنا عن سعر للقمح، وبرضه هيبقى من الوارد وقت التوريد إن شاء الله إن احنا نراجع في ضوء ان احنا عايزين نضمن اكبر حجم من التوريد من السوق المحلي، ودي نقطة مهمة جدا. الرقم اللي احنا حتى قلناه للقمح هيبقى وارد ان احنا نراجعه في ضوء سعر البورصة العالمية، وبالتالي النهاردة طبقا للي بيحصل ان جايز سعر القمح عمال ينزل، فحتى تاني انا بأكد حتى لو نزل عن السعر اللي احنا كنا اعلنا عنه اللي هو 1250 للأرداب، هنبقى احنا ملزمين بان احنا ناخد بال 1250. أنا بأكد دي علشان نشجع الفلاح المصري. الأسعار اللي احنا تم التوافق عليها بالنسبة للذرة الشامية البيضاء هيبقى 9000 جنيه للطن. الذرة الشامية الصفراء، ودي الحقيقة مش متعودين احنا في مصر ان هم يزرعوها الفلاحين، ولكن دي بتبقى مهمة جدا للعلف وأيضا للزيوت، فاحنا بنتكلم على 9500 جنيه للطن. بالنسبة لفول الصويا احنا بنتكلم هيبقى سعر الضمان 18000 جنيه للطن. وبالنسبه لعباد الشمس او دوار الشمس الزيتي اللي هو بيطلع منه الزيت هيبقى 15000 جنيه للطن. وتاني انا باكد دي كلها اسعار ما نطلق عليه سعر الضمان، وهيبقى العبره بوقت التوريد ان نشوف ونلجا الى سعر البورصه، ويبقى بالتالي نضمن ان يكون هناك عائد مجزي للفلاح المصري. اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومه الاسبوعي ارتفاع الاستثمار الاجنبي المباشر 94% في الربع الاول من العام المالي الجاري ليصل الى 3.8
3 مليار دولار. وأضاف مدبولي إلى أن الموازنة حققت فائضا أوليا بقيمة 34 مليار جنيه، كما أشار إلى ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة 10% خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى يناير 2023 لتصل إلى 172 مليار جنيه. كما أكد مدبولي أن الدولة ملتزمة بسداد كل التزاماتها بالتنسيق مع البنك المركزي. كل المؤسسات الدولية بتنظر لمصر على الرغم من مشاكلنا، هم عايزين يتأكدوا الدولة المصرية ماشية مع كل التحديات في مسار سليم ولا لا. أحد أهم المعايير اللي بيبصلها فكرة إن الدولة أو الموازنة تحقق ما يطلق عليه فائض أولي. يعني إيه فائض أولي؟ يعني ببساطة شديدة إذا جنبنا أو استبعدنا موضوع خدمة الديون والفوائد بتاعتها، بيبدأوا يبصوا إيراداتك قدام مصروفاتك قد إيه. لو أنت إيراداتك أكتر من مصروفاتك يبقى أنت ماشي في اتجاه سليم. وده كانت أحد المستهدفات اللي دايماً إحنا كدولة حريصين على مدار الأربع سنين الماضية أن إحنا نحققها. وعايز أقول لحضراتكم، بالرغم من أن إحنا زودنا حزمة الحماية الاجتماعية وخدنا قرارات استثنائية في هذه الفترة، إلا أن إحنا حققنا في خلال نفس فترة من يوليو 22 حتى يناير اللي هو الشهر الماضي، في يناير 23 حققنا فائض أولي حوالي ما يقرب من 34 مليار جنيه. بالمقارنة نفس الفترة دي كنا محققين في السنة اللي قبلها 15.2. معنى كده إن إحنا حققنا فائض أكبر وبنتحرك لحو زيادة إيراداتنا علشان نقدر نغطي بيها طبعاً المصاريف وأيضاً أي حزمة حماية اجتماعية الدولة النهاردة بتتحرك في هذا الشأن لهذا الموضوع. وأيضاً يمكن أنا حابب برضو أن أنا أوضح، لأنه أثير وإحنا بنتابع على السوشيال ميديا وعلى تقارير الجهات الدولية وبعض الخبراء مدى يعني بيتساءلوا هل مصر هتستطيع أنها يعني تلتزم بسداد كل الالتزامات الدولية اللي عليها بالذات من العملة الصعبة. أنا حابب أؤكد لحضراتكم الحمد لله الدولة المصرية ملتزمة وحتظل ملتزمة بسداد ما عليها من أقساط سواء لقروض أو فوائد أو خلافه. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نجاح وزارة المالية في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية التي تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وخلال اجتماع مجلس الوزراء بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أن هذه الخطوة المهمة يعكسه الإقبال الكبير من جانب المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بما يوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين القاهرة وواشنطن بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الذي تضمن إضافة مبلغ 19 مليون دولار أمريكي لمبلغ الاتفاقية. كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان بشأن اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بالسعر الحر وبطرح إعلان البيع ببعض المدن. We'll be right back.
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معرض ومؤتمر سبورتس اكسبو 2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 22 وحتى 25 من الشهر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات. وخلال افتتاحه المعرض أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أهمية كبيرة بمجال الرياضة في إطار هدف أشمل لبناء الإنسان المصري يتضمن أيضا تحسين النمط الصحي وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين وتأهيل الشباب في مختلف المجالات. وأوضح مدبولي أنه خلال الفترة الماضية قامت الدولة بتطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بمختلف مرافقها على مستوى الجمهورية، مما يعظم من قدرات مصر في البنية الأساسية الرياضية لصالح المواطنين، وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيميا وإداريا ولوجستيا. انطلقت فعاليات معرض ومؤتمر سبورتس اكسبو 2023 كأول معرض ومؤتمر رياضي عالمي في مصر، يضم مجموعة من الأجنحة المتنوعة التي تقوم بعرض إسهامات لمختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة. يهدف المؤتمر إلى مخاطبة المجتمع الرياضي بكافة مكوناته ويناقش كل الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر وفي الوطن العربي. في إطار اهتمام الدولة المصرية لبناء الإنسان بعدد من المجالات، جاء معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو 2023 بهدف تحسين النمط الصحي وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين وتأهيل الشباب. المؤسسات الدولية اللي هنئتنا النهاردة على افتتاح المعرض، الفيفا، اللجنة الأولمبية الدولية، المؤسسة الوادة، كل دولت صراحة يعني بعتوا رسائل متلفزة بيهنوا مصر بالمعرض، وده حطها على الخريطة الدولية للمعارض. الافتتاح النهاردة كان بيضم عدد من اللاعبين الأولمبيين والبارالمبيين اللي حققوا مراكز متقدمة ومحترفين رياضيين في كرة القدم، في دوريات الأجانب كلها، دوريات العالم كله يعني. فدول قدوة مشرفة جدا للأبطال الصغيرين والشباب اللي عندنا، إن هم يشوفوا الأمثلة دي وإنه يسمعوا حكايتهم، بدايتهم كانت عاملة إزاي وأهدافهم اللي وصلوا إليها. يضم أول معرض ومؤتمر رياضي عالمي في مصر مجموعة من الأجنحة المتنوعة التي تعرض إسهامات لمختلف المؤسسات الاستثمارية في مجال صناعة الرياضة، بتواجد عدد كبير من الهيئات والاتحادات الرياضية وأكبر النوادي والأكاديميات الرياضية. أنا سعيدة جدا إن هو تم اختياري النهاردة إن أنا أكون موجودة في وسط مجموعة من الرياضيين المصريين الكبار، وسعيدة أكتر إن هم اختاروني إن أنا أقول كلمة جوه المعرض النهاردة. شايفة إن هو يعني خطوة مهمة جدا جدا بالنسبة للرياضة المصرية، وإن هي هتساعد على انتشار الرياضة في مصر بشكل كبير، وهتساعد إن يبقى فيه استثمارات رياضية أكتر في مصر. إكسبو 2023 طبعا إحنا حاجة فخورين بيها جدا، خاصة إن هي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بالرياضة في مصر وإقامة منشآت رياضية كبيرة أو من إقامة المراكز الشباب أو البطولات العالمية اللي أصبحت موجودة بشكل كبير هنا في مصر، واللي احنا فخورين بيها جدا طبعا. إذن هو مؤتمر يهدف إلى مخاطبة المجتمع الرياضي بكافة مكوناته ويناقش كل الأفكار والقضايا المرتبطة بتطوير الرياضة في مصر والوطن العربي، حيث يعقد سبورتس إكسبو 2023 خلال الفترة من 22 وحتى 25 من فبراير في مركز المنارة للمؤتمرات. Ah!
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الصين أطلعت روسيا على رؤيتها بشأن تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا، جاء ذلك بعد زيارة كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إلى موسكو. وأكدت الوزارة أن الشركاء الصينيين أطلعوا الجانب الروسي على آرائهم حول الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية، إضافة إلى مقارباتهم لتسويتها سياسيا، لكنها أشارت إلى أنه لم يكن هناك حديث حول خطة سلام محددة. شدد الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ على ضرورة وقف الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأضاف أمين عام الناتو أن بوتين لا يقوم بالتحضير للسلام بل لمزيد من الحرب، مؤكدا مواصلة الدعم لأوكرانيا. عام مضى منذ إطلاق روسيا لغزوها، ورئيس بوتين ليس مستعد للسلام، هو يستعد للمزيد من الحرب. لذلك يجب أن واصل تقديم الدعم لأوكرانيا ونعطي أوكرانيا ما تحتاج إليه لتنتصر. لا نعلم متى سوف تنتهي الحرب، ولكن عندما يحدث ذلك يجب أن نضمن أن التاريخ لن يعيد نفسه. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار روسيا بتعليق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت مع واشنطن كان خطأ جسيما. وخلال مشاركته في قمة قادة مجموعة بوخارست، قال بايدن إن الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلنطي الناتو هو خط المواجهة للدفاع الجماعي للحلف. وأكد بايدن مجددا على التزام الولايات المتحدة تجاه حلف الناتو بالدفاع عن كل شبر من أراضيه. باعتباركم الجناح الشرقي لحلف الناتو، فأنتم في الخطوط الأمامية لدفاعنا الجماعي، وأنتم تعرفون جيدا أكثر من أي طرف آخر ما هو على المحاك في هذا الصراع، ليس فقط لأوكرانيا ولكن من أجل حريات الديمقراطيات في جميع أنحاء أوروبا وحول العالم. وهذا هو ما تحدثت عنه أنا والرئيس زيلينسكي عندما كنت في كييف قبل يومين، وكل القادة الموجودين هنا أكدوا مرارا وتكرارا لإعادة تأكيد التزامنا المشترك بكل هذه القيم. قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع الروسية إن موسكو ستلتزم بالحدود المتفق عليها بشأن الصواريخ النووية، وستواصل إبلاغ الولايات المتحدة بأي تغيير يطرأ على نشرها رغم تعليق آخر معاهدة متبقية للحد من الأسلحة بين موسكو وواشنطن. ومن جهته أقر مجلس الدوما الروسي قانونا بشأن تعليق مشاركة روسيا في معاهدة نيو ستارت. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شدد على أن تعليق المعاهدة المحورية يمثل تحذيرا للغرب بشأن أوكرانيا، في وقت تعهد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بمواصلة دعم أوكرانيا والدفاع عنها مع اقتراب الذكرى الأولى لبداية العملية الروسية في أوكرانيا. Николаев.
اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحارب حاليا في أوكرانيا من أجل أراضيها التاريخية، وذلك حسب وصفه. جاء ذلك في خطاب مقتضب للرئيس الروسي خلال مهرجان وطني كبير في ملعب لاجينكي في موسكو ضم 10,000 من الروس. ويأتي المهرجان قبل يومين من الذكرى الأولى للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся. И в их честь трижды ура! 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 عبرت روسيا عن قلقها العميق إزاء سلوك الأمم المتحدة بشأن تناوب موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تعرقل دون سبب وجيه التناوب المقرر لموظفيها المتواجدين بالمحطة الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية. كانت الوكالة قد نشرت موظفين تابعين لها في المنشأة على أساس دائم في سبتمبر الماضي، بعدما أثار قصف متكرر مخاوف من حدوث كارثة نووية شبيهة بتشيرنوبل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. قال مسؤول أوكراني كبير قال إن القوات الروسية تمكنت من اختراق الدفاعات الأوكرانية بالقرب من بلدة كرمينا بشرق البلاد الثلاثاء، لكنها تراجعت وفقدت بعض معداتها الثقيلة. وأدلى حاكم منطقة لوهانسك بتصريحاته في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني، وقال في تصريحات سابقة إن الهجوم تم صده، لكنه لم يشر إلى اختراق القوات الموالية لموسكو للمواقع الأوكرانية. قالت مصادر دبلوماسية في بروكسل إن دول الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا يفترض تطبيقها الجمعة. وذكرت المصادر أنه من المقرر إجراء المزيد من المحادثات بين ممثلي دول الاتحاد الخميس. تشتمل الحزمة المقترحة على قيود تجارية تزيد قيمتها على 10 مليارات يورو وفقا للرئيس التنفيذي للتكتل، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي. كما ستمنع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا تمنع المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في ساحة المعركة. قال مسؤول أوكراني كبير إن بلاده ستطلب من الأمم المتحدة هذا الأسبوع بدء محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. يأتي ذلك بهدف تمديده لمدة عام واحد على الأقل على أن يشمل موانئ ميكولايف. وأدت مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة في يوليو الماضي إلى تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية، وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر وسينتهي العمل به في 18 من مارس ما لم يتم الاتفاق على تمديده. We'll be right back.
أعلنت باكستان عن خفض الإنفاق الحكومي بنسبة 15% في إطار خطة تقشف. هذا وقد قرر البنك المركزي الباكستاني في وقت سابق رفع سعر الفائدة 1%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ربع قرن، وذلك لمواجهة التضخم السائد في البلاد. كشف مؤشر ستاندرد أند بورز جلوبال المجمع لمدير المشتريات في منطقة اليورو عن ارتفاع إلى 52.3% نقطة في فبراير من 50.3% في يناير الماضي، ويأتي هذا في أحدث دليل على أن المنطقة ذات العملة الموحدة يمكنها أن تتعافى من الركود. بعد ركود اقتصادي مرتبط باضطرابات سلاسل التوريد والإمداد وجائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تواصل منطقة اليورو التعافي خلال الشهر الحالي. النمو الاقتصادي في كتلة العملة الموحدة سجل تسارعاً في فبراير ليبلغ أعلى مستوياته في 9 أشهر، وفق بيانات لمؤشر مدراء المشتريات التي كشفت عنها مؤسسة ستاندرد أند بورز. المؤشر الذي يترقبه الخبراء ارتفع من 50.8 نقطة في يناير الماضي إلى 52.3 في فبراير الجاري، حيث إن أي تخطي لمستوى 50 نقطة يعد نمواً. من جانبهم أوضح الخبراء أن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو يأتي مدعوماً بزيادة الثقة، وبينما تلاشت مخاوف الركود أظهر تضخم مؤشرات على بلوغ الذروة. ووفقاً للمحللين، فإن المستوى المرتفع لمؤشر مدير المشتريات يتسق مع نمو اقتصاد منطقة اليورو بأقل من 0.3% في الربع الأول من هذا العام، كما حذر الخبراء من أن الجمع بين النمو المتسارع والتضخم المرتفع رغم تباطؤه سيشجع البنك المركزي الأوروبي على زيادة أسعار الفائدة بشكل إضافي. ومنذ يوليو من عام 2022 رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 5 مرات، كما أنه يعتزم مواصلة ذلك في شهر مارس وربما بعده. في الوقت نفسه وصف البنك المركزي الفرنسي جهود خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بأنها سباق لمسافات طويلة. النمو الأوروبي أعاد مثيرا للأمل في أن تتفادى منطقة اليورو الركود، بينما ما يزال التضخم مرتفعا وإن كان يتباطأ، وفي حين تعيد الصين فتح اقتصادها بعد تدابير إغلاق صارمة مرتبطة بفيروس كورونا. نقلت وكالة رويترز عن محضر اجتماع المركزي الأمريكي بأن جميع المشاركين تقريبا اتفقوا على أنه من الملائم رفع أسعار الفائدة ل 25 نقطة أساس. وأشارت رويترز نقلا عن محضر الاجتماع المركزي الأمريكي إلى أن المشاركين اتفقوا على الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لتحقيق مهمة لجنة السوق المفتوحة وأهداف التضخم. أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 8.9% على أساس سنوي في يناير، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وزادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8%، بينما صعد التضخم في السلع غير الغذائية بنسبة 3.9%. وارتفع المؤشر على أساس شهري بوقع 4%، وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار بنسبة 8.2% على أساس سنوي و 4% على أساس شهري. نشرتنا متواصلة، نتابع فيها. مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، وتعرب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرا.
السلامة يا عمي، الحمد لله على السلامة. شهدت تركيا اليوم هزتين ارتداديتين بقوة تجاوزت 4 درجات على مقياس ريختر في كل من مدينتي كهرمان مرعش وديار بكر بجنوب البلاد. في الأثناء تتواصل جهود البحث والإنقاذ في ولايتي كهرمان مرعش وهطاي التركيتين في أعقاب الزلزالين الأخيرين اللذين وقعا أمس الأول، والذي ضرب جنوب البلاد وشمال سوريا بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر. هذا وقد ارتفع أعداد ضحايا الزلزالين الأخيرين إلى وفاة 6 أشخاص فضلا عن إصابة 562 مصابة، بينما شهدت المنطقة منذ وقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير الجاري أكثر من 7200 هزة ارتدادية. ارتفع عدد الضحايا في كل من تركيا وسوريا إلى قرابة 50,000 حالة وفاة، ويأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من 42,000 حالة وفاة في تركيا وقرابة 7,000 حالة في سوريا بعد مرور 12 يوما على كارثة الزلزال المدمر في البلدين، حيث ما زالت عدد الضحايا في ارتفاع مسجلة مزيدا من القتلى في كلا البلدين. قالت منظمة الصحة العالمية إنها تستفيد من تخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بهدف السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بسهولة أكبر لمواجهة تبعات الزلزال. وأكد ريك برينان مدير الطوارئ الإقليمي لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أنهم بدأوا بالفعل في طلب المعدات والإمدادات والعمل مع شركاء الأمم المتحدة على نهج جماعي للاستفادة من التوقف. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية تمكنت بالفعل من إرسال 4 طائرات إلى سوريا لتوصيل الأدوية والمواد الاستهلاكية واللقاحات وكذلك أجهزة الأشعة السينية والمعدات الجراحية. دعت محكمة العدل الدولية أذربيجان إلى فتح طريق حيوي في منطقة ناغورنو كاراباغ المتنازع عليها، معتبرة أن هناك مخاطر فعلية من تعرض الناس لما وصفته بأنه ضرر لا يمكن إصلاحه. وأكدت رئيسة المحكمة أن الحكم صادر من أعلى محاكم الأمم المتحدة في لاهاي، مشيرة إلى أن على أذربيجان وبانتظار القرار النهائي في هذه القضية عليها اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لديها لضمان عدم إعاقة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع على طول ممر لاتشين في الاتجاهين. تبحث الحكومة النمساوية برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر تجديد العقوبات في حالة التهديد بأعمال إرهابية. من جهتها قالت وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، قالت إن أي تهديد إرهابي يجب أن يعاقب بشدة، مشيرا إلى أن العقوبات الحالية لا تتجاوز السجن لمدة 3 سنوات في حالة التهديدات الخطيرة. ولفتت الوزيرة إلى أن مرتكبي التهديد بأعمال إرهابية سيعاقبون بشكل أشد في المستقبل، مضيفة أنه في حالة وقوع حوادث الإرهاب سوف نتخذ إجراءات حاسمة. I'm looking forward to seeing you there and remember, no matter how small your idea is, no matter what you might think, it's important to share your ideas. قررت الحكومة البريطانية إجراء تحديث شامل لاستراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب لحماية مواطنيها من التهديدات الجديدة والناشئة والمستمرة.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، تتجه الأنظار في المملكة المتحدة وخارجها نحو الإرهابيين الذين يعملون بشكل مستقل على الجماعات المنظمة ذات الأيديولوجيات الشخصية المتزايدة ووجهات النظر المشوهة والمستخدمة لتبرير العنف. وللمزيد حول تلك الاستراتيجية مع الزميلة فاطمة خليل. أهلا بكم. في ظل سعي المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب، خلصت مراجعة لبرنامج مكافحة الإرهاب البريطاني بريفنت، لأن البرنامج يتعين عليه أن يركز جهوده على استراتيجية لمنع الأفراد من أن يصبحوا إرهابيين من خلال منعهم من التعامل مع البيئات المحفزة لتكوين شخصيات إرهابية. برنامج بريفنت يعد عنصرا رئيسيا في جهاز الأمن البريطاني، أضيف بعد هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة بهدف وقف التطرف والحيلولة دون الاستمرار في ارتكاب أعمال عنف. يركز البرنامج على الفئات الأكثر عرضة لأن تكون شخصيات إرهابية، بالإضافة إلى أنه يسعى إلى تحييد بعض الأشخاص الذين تبنوا بالفعل أفكارا متطرفة وفك الارتباط بالتطرف. ويليام شكروس الذي تم تعيينه مراجعا مستقلا في برنامج بريفنت في يناير عام 2021، قال إن الأولوية في بريطانيا يجب أن تكون لبرنامج الوقاية من الإرهاب بالتزامن مع التحركات المكثفة لمنع الأنشطة الإرهابية. وفي تقريره أضاف شكروس أنه يجب وضع استراتيجية وقائية من الإرهاب، مشيرا إلى أن وضع مثل هذه الاستراتيجية يحتاج إلى فهم دقيق للأيديولوجيات نفسها ولكيفية قيام تنظيمات العنف والإرهاب باجتذاب الأفراد واستقطابهم. أوصى شكروس بضرورة التركيز على معالجة أسباب التطرف، خصوصا على مستوى التعامل مع البعد الأيديولوجي وحماية الأشخاص الأكثر عرضة للتطرف عبر آلية التدخل المبكر وتفعيل آلية فك الارتباط مع أولئك الذين انخرطوا بالفعل في جرائم إرهابية. ومع تعاظم ظاهرة الإسلاموفوبيا في بريطانيا، فرق المراقب البريطاني في تقريره بين الإسلام كدين وبعض الأيديولوجيات المتطرفة المرتبطة باسمه، مبررا أطروحته بأن أغلب ضحايا الإرهاب في مساحات واسعة من العالم هم من المسلمين أنفسهم. وذكر أن التهديدات الإرهابية الخاصة باليمين المتطرف تمثل خطرا كبيرا بالنسبة لبريطانيا. وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي والمصريين. وخلال لقاء تلفزيوني أكد ميقاتي أن مصر لم تتقاعس لحظة عن مساعدة لبنان ومد يد العون له على مدار السنوات الماضية. الرئيس السيسي مرحب ومناطر الإشارة من البنك الدولي لحتى يعطي، والخط صلحوا لنا للمصريين، وأنا بوجه تحية للرئيس السيسي وللمصريين، لأنه حقيقة لن يتقاعسوا لحظة من مساعدة لبنان ويمدوا اليد للبنان. ما أذكر حوادث، ولكن صحيح. يوم في أنا بس من رأت كلمة للرئيس السيسي وقت الكوليرا، كانت طيارة عسكرية نازلة مطار بيروت بعد ساعات. أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نابلس الفلسطينية، ما أسفر عن وقوع ضحايا من الفلسطينيين وإصابة العشرات. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخرا، والذي يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما كل يوم، ويقوض جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية. وأوضحت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا وسط إطلاق نار كثيفة، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن سقوط الضحايا
هذا وقد ناشدت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد في نابلس. ومحليا، وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يستهدف البروتوكول رفع وعي المستخدمين في ظل التطورات الكبيرة في قطاع الاتصالات تحديدا فيما يتعلق بالأمن السبراني. يأتي هذا البروتوكول في ظل اهتمام الدولة بتوعية الأفراد بمخاطر الأمن السبراني ومخاطر التعامل مع الإنترنت على جميع فئات المجتمع. مع التحول الرقمي الزائد للدولة أصبح اهتمام شديد بتوعية الأفراد بمخاطر الأمن السيبراني أو بمخاطر التعامل مع الإنترنت على جميع فئات المجتمع، ويمكن إحنا كجهاز بنوجه رسائل توعوية لجميع فئات المجتمع، سواء الأفراد سواء المرأة سواء الطفل كبار السن ذوي الهمم، بحيث كلما زاد استخدام التكنولوجيا وكلما زاد التحول الرقمي في الدولة أصبحنا عرضة لتهديدات سيبرانية، فإحنا بنحاول نوصل لإنترنت آمن أثناء التعامل مع الإنترنت على جميع المستويات. الحقيقة دائما تسعى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى توقيع العديد من البروتوكولات مع الجهات اللي ممكن تكون فيها سبل تعاون لتدريب وتأهيل بعض أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. والحقيقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو من الأجهزة قوية في مصر نظرا لما له من أهمية كبيرة في التلامس والتواصل مع كافة المواطنين من خلال خدماته اللي بيقدمها. أهمية هذا البروتوكول هي تكمن في رفع الوعي وما نشهده اليوم من تطورات الحقيقة كبيرة جدا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحديدا في الامن السبراني، فشفنا ان من الضروره يكون في مساهمه من اعضاء ونواب تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين على رفع وعي الشباب والتدريبات اللازمه الخاصه بالامن السبراني والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات بشكل عام. التنسيقيه دائما بتوقع مجموعه من البروتوكولات اللي بتعود بالنفع العام على المجتمع المصري، وكان جزء من سياسه التنسيقيه ان هي توقع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وده مرفق من المرافق المشرفة لتنظيم حاجة مهمة جدا وهي الاتصالات والتواصل في عصر التحول الرقمي والحوكمة. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. اقتصاد التاسعة مع ميرنا إيهاب، أهلا بك، تفضلي. شكرا لكم نهى ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. ناقش مركز المعلومات بمجلس الوزراء سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي لصياغة سيناريوهات لتعامل الاقتصاد المصري مع الأوضاع العالمية خلال 2023-2024. كما ناقش المركز ضرورة إطلاق استراتيجية لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة. كما تم تقديم مقترحات بتخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل الأموال. كما تناول اللقاء إنشاء منصة إلكترونية تسهل قيام السائحين بتحويل العملة وماكينات صرف آلي في الفنادق للحد من تسرب النقد الأجنبي للسوق السوداء، وأيضا زيادة حوافز جذب النقد الأجنبي في مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية الناجحة، وتسهيل منح الإقامة المرتبطة بامتلاك العقارات.
التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة مريم خليفة الكعبي لبحث فرص الاستثمار بمصر وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين. وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في إدارة المناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية وتنظيم ملتقى مصري إماراتي بشكل دوري لبحث فرص الاستثمار بين البلدين. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط في ظل ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية برابع أكبر وتيرة قياسية أسبوعية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو من عام 2021. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تصل إلى 3.9% لتصل إلى 82.70 دولارا للبرميل. هذا وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4.2% إلى 75.96 دولارا للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.45% لتصل إلى 2.64 دولار للتر. وفي المقابل انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.3% لتسجل 2.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. رفع مورغان ستانلي تقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36% استنادا إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجائحة كورونا وانتعاش قطاع الطيران، لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعوض ذلك الزخم. وأكد البنك أن الاستهلاك العالمي للنفط من المتوقع أن يرتفع حوالي 1.9 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 مليون برميل يوميا. جهود مستمرة من أجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتخفيف عن كهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية. وفي هذا الإطار تم افتتاح منفذ جديد لمعرض أهل رمضان بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة. في إطار خطة الدولة لتوفير جميع احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، تم افتتاح منفذ جديد لمعرض أهلاً رمضان بمنطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث وصل عددها إلى 341 معرضاً، وذلك تحت رقابة تموينية لمراقبة جودة السلع والتزام العارضين بالأسعار المقررة. في رقابة مستمرة على كل أسواق أهل رمضان والمواطن أولاً، ودي منتشر منها 124 فرع على مستوى القاهرة، ودول بيوفروا السكر والزيت والرز كسلع استراتيجية مطلوبة للمواطن المصري بأسعار تم الاتفاق عليها مع الغرفة التجارية، قد تتبدل يوما ما نظرا لظروف العالم والبورصة السلعية. أيضا اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات زراعية زي البيض أو الدواجن أو كده. معارض وأهلا رمضان تتيح مختلف السلع والمنتجات بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية، هذا إلى جانب الاستمرار في ضخ السلع في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والسلاسل التجارية في أنحاء الجمهورية. الأسعار كويسة والمنتجات جيدة جدا، وفي إقبال جامد جدا، والأسعار يعني في متراوح من خصومات من 20% لـ25%، يعني في حاجات كويسه جدا، وحاجات رمضان موجوده، اليميش والبلح والكلام ده عجبتني جدا، حلوه جدا. في اختلاف في الاسعار زياده جامد بره، فطبعا ده معارض ممتازه جدا والاسعار ممتازه جدا طبعا لحاجه زي كده. اللحمه موجوده، الفراخ موجوده، سرعة الاستراتيجيه موجوده، واحنا داخلين على مواسم، المواسم دي طبعا بتحتاج زيادة في الإنفاق. جهود مستمرة من أجهزة الدولة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية للتخفيف عن كاهل المواطنين في مختلف المواسم والمناسبات عن طريق توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.
أكدت وكالة الأنباء العراقية أن البنك المركزي العراقي يعتزم تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني في خطوة هي الأولى من نوعها، وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية. وأضافت الوكالة أن البنك المركزي العراقي شرع في اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى الموافقة على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار الشهر الجاري. انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة إليكم مرة أخرى نهى ودينا. شكرا جزيلا لك ميرنا. تبذل الدولة جهودا كبيرة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية في كافة المحافظات وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. في هذا الإطار شهدت محافظة بني سويف بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية بفرع التأمين الصحي، والتي تهدف للقضاء على التكدس والزحام. جهود كبيرة تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. في بني سويف شهدت المحافظة بدء العمل بمنظومة العيادات المسائية بفرع التأمين الصحي. تم البدء في عمل العيادات المسائية عندنا احنا في فرع بني سويف للتأمين الصحي، بدأنا في 8 عيادات، بدأنا فيها يوم 24 أكتوبر. بدأنا الأول في 4 عيادات وبعد كده كملنا في 29 أكتوبر 4 عيادات تانيين. وتعمل العيادات المسائية بهدف القضاء على التكدس والزحام نظرا لزيادة عدد المترددين في الآونة الأخيرة، والذي يزيد عن 1,725,000 منتفع. العيادة شغالة شفتات من 8 ل 2، وفي عمل إضافي من 2 ل 4، واستكمال الفترة المسائية حسب توجيهات الدولة وفخامة رئيس الجمهورية أن تم عمل العيادات المسائية من يوم 24/10 لتخفيف العبء والزحام عن المواطنين. هذا وتقدم العيادات خدمات الكشف الطبي من خلال الاستشاريين والأخصائيين وخدمات الممارس العام، بالإضافة إلى خدمات الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية وصرف العلاج والعلاج الطبيعي وخدمات الأسنان والبصريات وخدمات المواطنين والتحويلات الخارجية للجهات المتعاقدة مع الهيئة. الفترة المسائية بصراحة خف كتير عن الفترة الصباحية، وبالنسبة لي أنا كمن قرية بركب مواصلة أو اثنين عشان أجي، كنت بنطر أصحى بدري عشان ألحق الفترة الصباحية. دلوقتي الفترة المسائية باجي براحتي. إحنا كنا بنيجي هنا الفترة الصباحية كان دايما يبقى زحمة جدا، كنت أجي أستأذن من شغلي ما أقدرش أرجع لشغلي تاني من قوة الزحمة اللي هنا، ولما عملوا الفترة المسائية كانت حاجة جميلة جدا بالنسبة لي والأهالي بني سويف. طبعا كنت باجي الفترة الصباحية كان بيبقى فيه زحمة وبتاع، وأنا راجل مسن ما كنتش بستحمل يعني. لما عرفت إن فيه فترة مسائية بدأت أجي أكشف وأعمل في الفترة المسائية، ناس كلها محترمة بيقدمونا خدمات حلوة. وهكذا تواصل الدولة جهودها في النهوض بالخدمات الصحية وتقديم خدمة مميزة من أجل التسهيل على المنتفعين في جميع المحافظات. الآن نتابع الرياضة في التاسعة. وعودة مرة أخرى إلى ميرنا. إيهاب إليك يا ميرنا. شكرا لكم دينا ونهى، والآن جولة في أهم وأبرز الأحداث الرياضية. خسر المنتخب الوطني مواليد 2003 لكرة القدم أمام نظيره النيجيرية بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام التي تستضيفها مصر حاليا خلال الفترة من 19 من شهر فبراير الجاري وحتى 11 من شهر مارس المقبل. وسجل هدف منتخب نيجيريا الوحيد اللاعب سولومون شينونسو في الدقيقة 71.
فقد فريق فيوتشر نقطتين ثمينتين بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم عقب تعادله أمام مضيفي المقاولون العرب بدون أهداف في مباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المقاولون العرب الرياضي ضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر المسابقة المحلية. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فيوتشر إلى 38 نقطة في المركز الثاني مؤقتا بجدول ترتيب المسابقة المحلية متأخرا. وارتفع رصيد المقاولون إلى 32 نقطة في المركز السادس. أعلن نادي الزمالك انتهاء أزمة قيد الثلاثي محمود شبانة ونصر منسي وأحمد بالحاج لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء وتسلم الكرنيهات الخاصة بهم ليحق لهم المشاركة في المباريات بصورة طبيعية. وأوضح الزمالك أن الثلاثي سيرافق بعثة الفريق الأول إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدور أبطال أفريقيا. فقد فريق بيراميدز نقطتين بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم عقب تعادله أمام مضيفه المصري البورسعيدي سلبيا في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية وذلك في ختام منافسات الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 38 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب في المسابقة المحلية ليفقد نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة مسابقة الدوري مع الأهلي المتصدر برصيد 40 نقطة. يستضيف إنتر ميلان الإيطالي نظيره بورتو البرتغالي على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الأسبوع الثاني من ذهاب دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وتأهل إنتر ميلان إلى دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف بايرن ميونخ الألماني بعدما حصد 10 نقاط، بينما حجز بورتو موقعه في الدور الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة. انتهت الجولة الرياضية والعودة إليكم مرة أخرى دينا ونهى. شكرا لك مرنا. واحدة من أغرب وأعقد الظواهر التي حيرت علماء الفلك والرياضيات تحدث مرتين سنويا في مصر ينتظرها الناس في كل أنحاء العالم. إنها ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل بأسوان، والتي يحضرها العديد من الزوار من كل أنحاء العالم ليشهدوا على عظمة وحضارة المصريين. ظاهرة فلكية غامضة متباينة التفاسير تتحقق على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني مرتين كل عام. استحتفل مصر بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل في حدث يحرص آلاف الزوار من المصريين والسياح على حضوره كل عام. معبد أبو سمبل الذي يعد أحد أكثر المعالم الأثرية جمالا في مصر بني في عهد الأسرة التاسعة عشر بقرار من الملك رمسيس الثاني الذي شيد بجواره معبدا لزوجته الملكة نيفرتاري. ظاهرة تعامد الشمس رصدتها الكاتبة البريطانية إيميليا إدوارد في شتاء عام 1874، ويعد كتابها المنشور في عام 1899 ألف ميل فوق النيل هو أول توثيق مكتوب لهذه الظاهرة الفريدة التي تبدأ مع شروق الشمس وتستمر لمدة 20 أو 25 دقيقة فقط، ويبلغ عمر هذه الظاهرة نحو 33 قرنا من الزمان. النهاردة يعني بنشوف أكبر مثال على الروعة والجمال والحضارة سواء للمصري القديم أو المصري الحديث. طب في المصري القديم في ظاهرة فلكية لم ولن تتكرر في العالم بأكمله، وهو شروق الشمس وتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني. هي تعتبر دعاية طبيعية للسياحة في مصر،
من إبداع المصري القديم اللي تحكم في دخول الشمس في مبنى ضخم بالحجم ده مرتين في السنة في توقيت معين لمدة معينة، لأن طبعا المصري القديم معروف أنه قبل ما يكون مهندس لابد أن يكون درس علم اللاهوت وعلم الفلك. ويعكس التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريون في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير، أشعة الشمس تخترق الممر الأمامي لمدخل معبد رمسيس الثاني بطول 200 متر حتى تصل إلى قدس الأقداس الذي يتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثاني جالساً، وبجواره تمثال الإله رعحور أخته والإله آمون، وتمثال رابع للإله بتاح، وتتعامد الشمس على وجه ثلاثة تماثيل فقط، بينما لا تتعامد على تمثال الإله بتاح لأنه إله الظلام عند المصريين القدماء. بستنى كل سنة شهر 10 وشهر 2 إن أنا أجي الاحتفالات بتاعة تعامد الشمس، وحاجة جميلة واستمتعنا، والسنة دي العدد كان كبير جدا إن كانوا سياح أو مصريين، وتشرفنا بيهم طبعا، والاحتفال كان جميل جدا. أول مرة أجي طبعا واستمتعت جدا بالعدد المهول اللي موجود دوت، وياريت كده دايما على طول يبقى بلدنا واسعة للناس اللي بتيجي تخش بلدنا ديت. وكان ظاهرة تعامد الشمس تحدث يومي 21 من أكتوبر والحادي 21 من فبراير من كل عام، حتى جاء العام 1964 وبعد نقل معبد أبو سمبل وتقطيعه لإنقاذه من الغرق في بداية الستينيات من موقعه القديم الذي تم نحته داخل الجبل إلى موقعه الحالي، لتصبح تلك الظاهرة الفريدة تتكرر يومي 22 من أكتوبر والثاني 22 من فبراير من كل عام. والآن وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة مع ميرنا، تفضلي. شكرا لكم نهى ودينا، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس بارد صباحا معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على كافة الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، الأسكندرية 19-12، مطروح 18-13، بورسعيد 18-13، والإسماعيلية 20-10. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 11، العريش 19-11، طابة 20-13، شرم الشيخ 23-16، والغردقة 24-13. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 25 درجة والصغرى 9، أسوان 25-10، الوادي الجديد 25-9، شلاتين 26-16، وأخيرا حلايب العظمى 24 درجة والصغرى 17. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
ولأن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبعث ببرقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة يوم التأسيس. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وصول طائرتي نقل عسكريتين محملتين بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية وسفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية إلى تركيا. رئيس الوزراء يعلن عن حزمة أسعار تعاقدية لأربعة محاصيل استراتيجية ويؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يا يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا نهى؟ مساء الخير عليك يا يوسف. كله تمام الحمد لله. تمام. على ما يبدو في امور قاعده عماله بتتحرك ايجابيا من الاخبار اللي انتم كنتوا بتقولوها، يعني صحيح. كان في موضوع الصكوك الاسلاميه وموضوع الزراعه التعاقديه وست محاصيل اساسيه، المحاصيل الاستراتيجيه، طبعا في بعد امن قومي في القصه وامن غذائي يعني. لا انا اظن الدنيا هتبقى كويسه يا رب. وقبل دخله رمضان ان شاء الله كل حاجه هتبقى زي الفل وعلى العال. وهنتكلم النهارده بالمناسبه على الموضوع بتاع الصكوك الاسلاميه الجديده. ده موضوع حلو ومهم. هستاذنكم بقى احنا نبدا فقراتنا وتوكلنا على الله. اشكركم.